نعم انا مساير ونفس الشيء، هي انسان وانا انسان لازم يكون افكر زي ما هي تفكر. صحيح. لازم يكون يعني دائما يعني انت بتاخذ واحده بتكونش تعرف طبعها ولا تعرف طبعك، بتعرف على بعض لما بتتزوجوا. لازم كل واحده يتنادي يعني. هسه متى اخر مره صارت مشكله بينك وبين زوجتك، ومين قدم اعتذاره للثاني بالاول؟ والله هي بتصير احيانا، بس يعني لازم الواحد يقدم تنازلات، عرفت علي كيف؟ فيعني الامور الحمد لله بتمشي، يعني عادي لازم الواحد يصبر على الثاني. بدها مسايس الموضوع. بدها مسايس. مره صارت مشكله بينك وبين شريكه حياتك زوجتك، ومين اعتذر للثاني اول؟ أول شيء دائما هي بتعمل لي مشاكل وأنا
بالخميس اللي فات يعني روحت على البيت وهيك كنت مروح من الدوام خشيت على البيت يعني صار نقاش هيك وزي ما بدك يعني ضربنا شوي هيك. طبعا انا دائما بعتذر تمام وبراضي الله لا يجيب مشاكل ويصلح الحال ان شاء الله. متى اخر مشكله صارت بينك وبين زوجتك ومين اعتذر للثاني بالاول؟ والله الحمد لله لحد الان ما في اي مشاكل يعني الحمد لله. سيدي الله يهنيك. طب تتوقع انت تعتذر بالاول ولا تستنى هي تعتذر؟ مش عيب يعني عادي اللي بيغلط بيعتذر ما فيها شيء. يعني ثقافة الاعتذار يعتبر يعني عرفت كيف؟ ما فيها شيء الواحد اذا بيغلط بيعتذر ما فيها شيء. متى اخر مره صارت بينك وبين زوجتك مشكله ومين اعتذر للثاني بالاول؟ بلا مواضيع معلش مواضيع ليش؟ فيش مشاكل الحمد لله. طب الحمد لله قول فيش مشاكل خلي الناس تتفائل. الله يسلمك الحمد لله ما في مشاكل الامور طيبه. واذا صار ما صار انت عندك استعداد تعتذر بالاول؟ اذا غلطان بعتذر. متى اخر مره صار بينك وبين زوجتك يوم مشكله؟ اليوم مرتين؟ عادي يعني نقول نص ساعه بتصير مشكله عادي. شغلات روتينيه طبيعيه بس الحب مرتين. الحب اخر شيء الحب انتصر. هي تعتذر لي. طيب هي بتعتذر لك انت ولا مره بدر؟ لا بدرت كثير. مو طيب. اي مره انا مره هي بتاخذ وتعطي يعني مش كل مره هي مرات لا كل محقوق هو اللي يعني بيعترف بغلطه واخر شيء بعدها صحيح. بس متهاوش كثير عادي يعني. متى صار بينك وبين زوجتك مشكله اخر مره ومين اعتذر للثاني بالاول؟ بيصيرش بيناتنا مشاكل الا ما تصير يعني بس دائما بعتذر لها. ما دام قالت انت دائما بتعتذر طب ليش ولا مره انت اعتذرتي بالاول؟ كرامتي ما تسمح لي نو عم تنازلي مره. دائما انا الغلطان. مش قلجي. لا دائما انا الغلطان. الله يخليك لبعض يا رب.